الاهلي كمان النهارده كان عنده مران الساعه 9:30 الصبح. قبل المران كان في الرابيد تيست، طبعا ده طبقا للبروتوكول اللي تم تعديله من قبل الاتحاد المصري لكره القدم وطبقا للاجراء المتبع بخصوص الاجراءات الاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا. والرابيد تيست ده اتعمل قبل انطلاق المران اليوم، وطبعا لقطات من تدريبات النهارده كان فيها بعض الامور سواء بتتعلق بالجانب الاستشفائي للاعيبه اللي شاركت بشكل اساسي في مباراه الامس امام المقاولون، او حتى بعض اللاعبين اللي ما شاركوش كان ليهم بعض التدريبات البدنيه القويه. على هامش المران كمان النهارده كان في اجتماع من مستر بيتسو موسيماني مع كابتن سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني، وكان بيطلع مستر بيتسو موسيماني على بعض التقارير الفنيه اللي اعدها مستر او اللي اعدها كابتن سامي قمصان عشان يقف على كل النقاط اللي بتتعلق بالفريق قبل الفتره المقبله. كمان النهارده من ضمن الامور الهامه تم تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي، هم 5 لاعبين تحديدا عشان يعني يسد النقص العددي النسبي بسبب الاصابات الموجوده في فريق النادي الاهلي. فبالتالي تقرر تصعيد كل من فارس طارق وده مواليد 2000 بيلعب قلب دفاع وبيلعب باك رايت، وتم تصعيد عادل احمد مدافع مميز جدا جدا اتفرجت عليه كتير في قطاع الناشئين ده ايضا مواليد 99 وتم تصعيد محمد المغربي مواليد 2001 باك ليفت وبيلعب كمان كمساك، وشادي رضوان ده تم تصعيده قبل كده ونزل تاني قطاع الناشئين وتم تصعيده وشارك في تدريبات اليوم ايضا وده بيلعب كصانع العاب، واخيرا احمد طارق سليمان مواليد 2001 حارس مرمى طبعا ومميز جدا وشارك ايضا في التدريبات النهارده كمان كان في محاضره نظريه للاعبي الاهلي من قبل المدير الفني مستر موسيماني. المحاضره دي كان للحديث عن مباراه الامس امام المقاولون العرب، وتم رصد بعض النقاط المهمه من وجهه نظر مستر موسيماني وتم الحديث فيها مع لاعبي الفريق. الكابتن سعد عبد الحفيظ كمان فيما يتعلق ب جانب الإصابات أعلن عن تعافي أجاي وأحمد الشيخ وأصبحوا جاهزين للمشاركة في المباريات المقبلة، والاثنين كان عندهم طبعا إجهاد عضلي، بالإضافة لمحمود وحيد اللي بيواصل برنامجه التأهيلي لسه برضه ما تمش شفائه بشكل نهائي من الإصابة، وكان عنده شد في العضلة الضمة وبيعمل بعض التدريبات التأهيلية وجري حوالين الملعب، وكل ده تحت إشراف كابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بجهاز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. دي كانت بعض وأبرز الأمور اللي بتخص الفريق تحديدا عقب انتصار الأمس أمام فريق المقاولون.